أبانا يا من في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وخبزنا كفافنا أعطنا في أيامنا واغفر لنا بل نجينا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد. صباح الخير أعزائنا ومتابعينا ومشاهدينا على صفحة نورسات جوردان، منقولكم صباحكم نور والبركة والخير مني ومن أبونا جورج شرايحة، منصبح عليكم، نتمنى لكم نهار سعيد وأيضا مرافقة مفيدة وممتعة معنا في برنامجنا الصباحي. صباحكم نور أعزائنا المتابعين، يسعدكم وتكونوا بأوقات طيبة وتكونوا بصحة وعافية، جميعكم تمنياتنا القلبية لكم بنهار سعيد. أمين يا رب، وأيضا كمان خالي من المرض والألم والأفكار السلبية، تضلكم دائما بالأفكار الإيجابية، بضلكم دائما بالتفاؤل والأمل إنه في غد أفضل إن شاء الله يا رب، بمعونة ربنا وببركة ربنا وبصلوات أبائنا القديسين. وأيضا أبونا، شو بالنسبة لموضوع الكنائس في أسبوع الجاي؟ إن شاء الله، إن شاء الله على ما يبدو، على ما يبدو، بس بنستنى تعليمات مجلس الكنائس. طبعا ما بنستطيع إحنا نحكي إشي قبل ما هم يعلنوا، ولكن على ما يبدو السوشيال ميديا عم بتأكد هالأخبار، خصوصا إنه بدأت وزارة الأوقاف بإعطاء تعليمات للمساجد بكيفية أداء الشعائر الدينية. نعم. وبالعادة إحنا لما بيفتحوا الجوامع بتفتح الكنائس. نعم يعني. نعم، أعلن امبارح وزير الأوقاف عن فتح المساجد الجمعة الجاي ضمن إجراءات خاصة وقائية، مثل ما سمعت منها إنه أقل من 13 سنة ممنوع يدخل المساجد، والكبار بالعمر أيضا كمان احترازيا بلا ما عادي، هذول أكثر ناس بصلوا الكبار بالسن. الكبار بالسن، لكن بعتقد إنه نفس الإشي، إحنا الأطفال والأقل من 13 سنة كمان ممنوع، من أول ممنوع ما بيجوا، وأيضا الكبار بالعمر إنه معلش بعينكم الله منصلي بالبيت، لأنه كمان صلاة المنزل مقبولة ضمن الظروف الحالية اللي بتجبرنا على هذا الإجراء، فبيضل إنه الآخرين اللي بدهم يحضروا الصلاة ضمن الإجراءات الاحترازية اللي كنا فيها سابقا، وبعتقد إنه كمان نفس الشيء رح تكون مستمرين حاليا، مع إنه الأعداد أبونا زادت كتير، يعني أكتر كتير، أضعاف ما كنا قبل بالمئات. نتمنى السلامة للجميع، وأيضا أنه نعي مسؤوليتنا تجاه صحتنا وصحة الآخرين اللي حوالينا، نتبع ارتداء الكمامة في الأماكن المكتظة، وأيضا منع التجمعات مثل ما الحكومة طلبت، أكثر من نمنع التجمعات لأكثر من 20 شخص. طبعا في عنا المناسبات اللي صارت خلال الفترة هاي
من الجائحة فصل الصيف مثل الخطب والأعراس، يعني عم بشوف في التزام بصراحة. نعم أبونا التزام. نعم في التزام من جماعتنا، يعني كدلت ثلاث مرات وعمدت مرتين، يعني فعلا في التزام، يعني الناس متقيدة. نعم لأنها مش مزحة، يعني بتأذي نفسها أولا بتأذي الآخر، يعني حتى كمان أبونا عم بسمع إنه بيتم الدعوة للاحتفال بس ما بيروح الناس، يعني خلص الناس ما بتروحش، صارت على المكان اللي فيه تجمع طبعا كبير، خاصة كبار بالعمر واللي خايفين على حالهم، اللي عندهم أمراض مثلا بيخافوا إنه هذا المرض إذا إجاهم يعني كمان يصير فيه مضاعفات أكثر. في وعي، لاحظت إنه في وعي. نعم زي ما احنا حكينا، نتمنى السلامة للجميع، وايضا منحيي ومنصبح على اصدقائنا اللي صبحوا اليوم معنا بكير. الاستاذ عوني سليمان، يسعد صباحكم بكل خير يا رب الجميع مع حفظ الالقاب، لكم جميعا كل الحب والاحترام والتقدير. شكرا يا استاذ عوني، صديق البرنامج وايضا صديق النورسات. نيفين دبابنة، امين يا رب، يسعد صباحك. الاخت سيسيل حجازين، الراهبة الوردية، الصديقة اللي دائما احنا بنحبها ونحترمها، يسعد صباحكم ابونا والدكتورة، نهاركم سعيد ونهارك يا مسير، وصباح خير وبركة ونور. امين. امل السلمان، صباحكم نور وسعادة وصحة. وعنا مها إيبة، في يسعد صباحك يا ست مها. وأمل عبأبسة، أمين، صباح النور والبركة والسلام والشفاء على الجميع، الله يحميكم. وأيضا اللي بيتابعونا على المباشر، منصبح عليكم فردا فردا ومنقولكم يسعد صباحكم. بس قبل ما نبلش في موضوعنا، بنحب نحن نهني بعيد الصليب. عيد الصليب طبعا كان قبل يومين للكنائس الأرثوذكسية، فمنقولهم صليب مبارك والعام انتم بخير. وطبعا كنائس الكاثوليكية عيدت عيد الصليب قبل أسبوعين، ففي فرق بين الكاثوليك والأرثوذكس أسبوعين، فمنحيي الجميع ومنقولهم صليب مبارك، كل عام انتم بخير، وإن شاء الله هذا الموسم صليب اللي حملناه ومعظم الناس اللي حملوه خلال الفترة الماضية إن يكون لمجد ربنا، ودائما الصليب هو علامة النصر لإلنا للمسيحية، فدائما ينصر الجميع وينصرهم على الأعداء وعلى الأمراض وعلى الأوبئة، ونتحدى في الصليب هذا الواقع الأليم المر فيه من الجائحة، ونتحمل بصليب ربنا يسوع المسيح، فما إلنا إلا نفتخر بصليب يسوع المسيح. فطلع ريمون بترنيمة، علي الصوت يا ريمون، حلوة هاي الترنيمة الأرثوذكسية لتمجيد الصليب. هو طلع خاوة أصلا. يسعد صباحكم. مجددا وبداية منحب نبلش دايما مثل ما عودناكم وتعودنا بصلاة ناخذ البركة. أبونا Thank you. لصليبك يا سيدنا نسجد، ولقياماتك نمجد. اللهم يا أبا المراحم والمغفرة، اغفر لنا كل ذنب من قول أو فعل أو فكر لا يليق، صن لساننا عن الإساءة للناس، أعطنا ذهن حكيم صافي من كل رياء وكذب، طهر أفكارنا صفي نوايانا، نحن عاجزون عن كل توبة بلا رحمتك، أنت جل جلالك يا من أقمت الميت وأنرت للعميان البصر والبصيرة، وفتحت صمم آذان الكثير، وأطلقت لسان الأبكم لتمجيد اسمك قدوس قدوس قدوس، أنت يا ذا الجلال وحدك القادر على إغاثتنا،
اسم إيقاظنا من سبات خطايانا. تعال أيها الرب ونجنا، تعال وانقذ نفوسنا من التهلكة، تهلكت خطايانا. تعال أيها الرب، تعال سريعا، تعال تعال. آمين. آمين أبونا. آمين آمين. ونتمنى للمشاركين ومتابعينا على صفحتنا مجددا صباح كله بركة وخير. ونبدأ بمقدمة لنحكي عن موضوعنا لهذا اليوم اللي هو الإنسان واللسان. فموضوع يعني بتمنى أنه ينال استحسانكم والاستفادة مما رح يقدموا إلنا ضيوفنا. معنا اتصال من أبونا فرح رح يكون حجازين، وأبونا عماد علامات أمين عام بطريركية اللاتين، والأب جورج القائد من هولندا للحديث عن موضوع الإنسان واللسان. فبداية أبونا نحكي عن موضوع اللسان واللسان. الإنسان واللسان، الإنسان دائما يقع في الخطيئة من لسانه. أكيد. تبدأ يعني بالفكر، تبدأ بالفكر وتتم باللسان. باللسان. فتحدثنا أبونا عن اختيارك كمان لهذا الموضوع لهذا الصباح. طبعا بالبداية بنحكي أنه من العهد القديم وخصوصا سفر يشوع بن نون والأمثال والحكمة، نعم، وانطلاق الأناجيل ومن ثم رسائل القديس بولس والرسائل العامة بشكل خاص، نعم، كلها تحث حتى الأدب والثقافة كلها كانت تركز على أن اللسان هو، نعم، ذلك المصدر اللي بي 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 بيعم فيه السلام والمحبة أو لا سمح الله النميمة والشر والحسد. لما بنحكي من البداية من الثقافات ومن الأدب بنحكي لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. وبنشوف بالكتاب المقدس أنه كثير بحكي عن الفم العذب، نعم، اللي بيكثر الأصدقاء، اللسان اللطيف اللي بيكثر من المؤنسات حواليه مثل ما بيحكي سفر يشوع بن سيراخ. وبنشوف كثير في شهود بهذا الموضوع، لأنه اللساني هو اللي بيجمع الناس الكلمة الطيبة حوالي أو لا سمح الله بينفر الناس مني. ومقياسي أنا قديش بصون لساني عن إيذاء الناس، قديش أنا بقدر أطالب الناس بعدم إيذائي بالصيت، بالكلام البطال، بالكلام اللي غالبا ببلش بإشاعة بسيطة ومن ثم بيصل من واحد لواحد، وكل إنسان ما بيصون لسانه بيزيد بهذا الكلام فبيوصل لأنه قضية كبيرة جدا من لا شيء، من شيء كلمة حكت كذبة، كلمة حكت تهيؤ أو تحليل. دائما بنحب نميز ما بين أنت بتحكي معلومات ولا تحليل. أي ضيف بيطلع على أي فضائية بيحكي عن وضع اقتصادي سياسي اجتماعي ديني، بداية بده يحكي هذا وجهة نظري، أعتقد ذلك، قد يكون ذلك. أما لما يطلع مسؤول وزير ولا مسؤول بالدولة يجي يحكي معلومة بأخذوها الناس على أساس هذا صاحب سلطة، لما يطلع أبونا يحكي بموضوع بده يميز أنه هذا التعليم الكنيسي ولا هذا هو تحليله. فمهم جدا التمييز باللسان لأنه هو الوسيلة التعبيرية، ومن ثم اللغة هي ثقافة في النهاية للمجتمعات اللي بتميزها عن بعضها البعض، وكل ما يجمع أمة مع بعضها البعض هي اللغة، وتاليا هو اللسان الذي يعبر عن مكنون وداخل الإنسان. نعم. حلو أبونا. الإنسان في كمان سفر بيشوع بن سيراخ في جملة بحبها دايما، يعني بحب أحكيها، على رب ساكت، رب ساكت يعد حكيما، ورب متكلم يكره لطول حديثه. من الساكتين من يسكت لأنه لا يجد جوابا، ومن يسكت لأنه يعرف الأوقات. الإنسان الحكيم يسكت إلى حين، أما العاتي والجاهل فلا يبالي بالأوقات. الكثير الكلام يمقت، والمتسلط جورا يبغض. هذا سفر يشوع بن سيراخ. جميل. يعني عم بيحكي لنا أنه لما الإنسان بيحكي بأوقات،
بالضبط. ولما بيسكت بيسكت بأوقات يعني بيكون الأوقات غير مناسبة للحديث، حتى إنه كمان بيكون عنده حديث وحديث جدا يعني قيم وثمين، لكن لما بيشوف وقته. إنه مش وقته يحكي هذا الكلام فبيسكت. فعشان هيك الإنسان الحكيم يسكت إلى حين. يعني جد هاي بلاحظها كثير دكتور، لما نطلع نأخذ بخاطر الناس بالعزوات بنفوت مع ناس بنلاقي واحد فاتح حديث لا يمت بصلة لقيمة الحدث الجلل اللي بيكون موجود. نعم. بلش يحكي عن آخر سفراته وبيحكي عن الشوبينج اللي عمله وبيعمل بلشوا يفتحوا في مواضيع. نعم. عن جد مخجلي إنها مش وقت الكلام فيها. نعم. يعني الناس بتكون مثلومة، ناس بتكون محزونة، بدك تحكي لهم كلام بهالسياق، كلام مش ملوش دخل بالموضوع، فهذا يطبق على هذا. نعم. ولما أبونا تعاتبه تقول له إنه يا أخي هذا مش وقت وقته تحكي هذا الكلام، بقول لك إنه إحنا عم بحكي هذا الحكي عشان أنسيهم وأنسيهم يعني عشان يبعد تفكيرهم عن الحزن وهيك. في شيء أنت أنت لسه يعني إيش بيقولوا بقلب المشكلة لساتك يعني لسه دمها ما برد زي ما بيحكوا. نعم. أو قوة الحدث يعني اللي هو الموت لسه ما راح، ما يعني فما بدهم ينسوا، بالعكس بدهم كلمة تحكيهم عزاء. كلمة عزاء، كلمة تعطيهم الرجاء. أكيد مش عم بيستنوا يسمعوا عن سفراتك ولا عن الشوبينج عشان ينسوا. فأيضا كمان من سفر يشوع بن سيراخ في كتير على فكرة. نعم. هذا السفر بيحكي كتير عن موضوع اللسان والإنسان. نعم. في الكلام كرامة وهوان ولسان الإنسان تهلكته، لا تدع نماما ولا تختل بلسانك فإن للسارق الخزي والذي اللسانين المذمة الشديدة. يعني من هو النمام؟ يعني الشخص اللي بيضل يحكي على الناس بغيابهم كان يميز. نعم. يعني بنم عليهم. نعم. نعم. وأيضا كمان في الجواب اللين يصرف الغضب. يا سلام. والكلام الموجع يهيج السخط. نعم. هذا من سفر الأمثال. بنزين يعني في كتير في كتير أمثال عن جد أبونا غنية بالحكم وغنية بالكلام الصادق اللي نابع، يعني بيوصل للقلب الإنسان وبيغير من حاله لما بتسمعه. ففعلا كتابنا المقدس فيه كنوز وأحيانا إحنا لا ندركها، فمصير إحنا ندور على الأجوبة والجواب موجود في كتبنا. صحيح. فعلينا أن نعيد قراءتها من جديد ونفهمها أكثر. فبداية كنا حابين نكون مع الأبونا فرح، بس الشباب يقولوا لي إنه في عنا اتصال. ناخذ الاتصال بليز. ألو. صباح الخير. أهلا أهلا ست أنجيل، كيف حالك دكتورة؟ تمام، صرنا نعرف صوتك على السريع، صرنا نعرف صوتك. صباح الخير. صباح الخير أبونا جورج. اليوم بكير أم سليمة؟ لأنه بشد المواضيع كحلوة بتشد. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك يا رب، تسلم. ومعنا كمان ضيوف رح يحكوا كمان إشي كتير حلو، رح أكيد ينشدوا كمان المتابعين على الموضوع لأنه رح يحكوا من خبرتهم وأيضا من فيض ما يؤمنون به. نعم. ألو. نعم تفضلي ست أنجيل. أنا بدي أقول إنه هذا اللسان الصغير في حجمه اللي بتم الإنسان. نعم. إله كل التأثير بتعاملاتنا مع بعضنا البعض. نعم. لأنه منه بخرج القبح، منه بتخرج السعادة، منه بتخرج الشرور، منه بتخرج الكلمات اللي بتأذي. نعم. هو بجرح وبداوي وبكسر وبجبر. فاللسان الدافئ بحط الدفء دائما في علاقاتنا الاجتماعية وبيؤدي لحسن التعامل. فدائما ما ننقل الكلام اللي بيؤدي للشر أو الخصام، لأنه إذا جرحنا إحنا إنسان آخر بلساننا أو بكلامنا أو تصرفنا لازم نعالجه بضماد المحبة والاعتذار. طبعا. ودائما بنصلي للرب حتى يعطينا الحكمة في القول والتصرف، ونقول رسول سلام دائما يا رب في مزمور 141 اجعل حارسا لفمي واحفظ باب شفتي. لأنه ما بخرج من الفم هو اللي بينجس الإنسان. في متى 15 بقول
لأن ما يخرج من الفم من القلب يصدر. ودائما بنطلب أن تكون قلوبنا نقية من الداخل، لأنه منها بخرج الكلام عن طريق اللسان. فالإنسان ما بتقدر تعرف أي إنسان من الداخل، لأنه المظهر الخارجي بخدع. دائما يكون داخلنا أهم من خارجنا. في حالة أعماقنا ما بيستطيع الآخرون أن يشوفوها، عشان هيك اللسان بيكون هو أصدق تعبير عما في الداخل. وكل ما كان القلب نظيف من الداخل بيكون المظهر الخارجي نظيف. فدائما الإنسان الذكي هو اللي بيقود قلبه في كل الأوقات، لأنه قلنا القلب اللي بيقود قلبه للأهواء الخاطئة، لأنه قيادة قلبه بتمكنه من السيطرة على لسانه، فهو اللسان هو اللي بترجم الأهواء اللي ما في القلب. فالقلب والفكر واللسان كلهم أداة طيعة في يد العقل. إذا قال الإنجيل من فيض القلب يتكلم اللسان في لوقا. فلا عشان هيك ما لازم نبخل على الآخرين بلساننا الحلو وبالحب وبالثناء الحقيقي. فاللسان الصغير من شأنه أن يفاخر بالأشياء العظيمة. نعم صحيح. لكن ما أصغر النار، في رسالة يعقوب بيقول ما أصغر النار التي تحرق غضة كبيرة. شكرا صحيح صحيح. يعني فلا فما نبخل على الناس بالحكي الحلو. نعم. فلسانك لا تذكر به عورة امرأ فكلك عورات وللناس ألسنوا. نعم. وليكن كل إنسان كمان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن بالضبط. غضب الإنسان لا يصنع بر الله. هذه كمان بالضبط. أيضا من رسائل يعقوب، رسالة نعم. يعقوب 1:19. شكرا لك ست أنجيل، يعني دائما أنت بتعطينا كمان من فيض ما لديك، ففعلا كلام جدا رائع، وشكرا لهالمداخلة الرائعة. تسلمي. شكرا. ومعنا كمان بعد قليل اتصال من أبونا فرح حجازين ليحدثنا عن موضوع الإنسان واللسان. ومنحيي أصدقائنا اللي تابعونا هلأ على اللايف، و منقول لجوني كليموس صباح الخير عزيزتنا دكتورة وأبونا، الله يقويكم يحفظكم، تحياتي. تسلم يا أخ جوني. ومي ميشيل حدادين موضوع رائع يحاكي الحياة الاجتماعية، اختيار رائع، شكرا لك يا مي. ومننتظر أيضا مداخلاتكم وأيضا أسئلتكم. أماني شحديث سهاونة موضوع رائع جدا، كل الاحترام والتقدير، شكرا لك يا أماني. ويسعد صباح كل من شاركنا وانضم إلينا في هذا البث المباشر للحديث عن موضوع الإنسان واللسان. والآن بانتظار الاتصال من الأبونا فرح إحجازين للحديث على موضوع الإنسان واللسان. صباحكم نور أبونا. صباح النور، صباح الأنوار، أهلا وسهلا فيكم. صباحكم نور أبونا. احنا شاكرين ابونا وجودك معنا في هذا الصباح للحديث على موضوع الانسان واللسان، وانت ايضا كمان لك كثير من الكتابات والوعظات اللي كانت تحكي عن هذا الموضوع لاهميته في حياتنا الروحيه وايضا الاجتماعيه كافه. فتفضل ابونا المايك معك. شكرا لكم. واحنا اليوم حديثنا عن حب اللسان، اللسان بحسب القديس يعقوب هو مقياس تدين الإنسان. فقديس يعقوب يقول إن ظن أحد أنه دين وهو لا يجن. آسف نعم. المقاطعة، بس في إشي بيشوش عليك، في جهاز بحكي كمان، يمكن صوتك طالع. فاتح الانترنت. لو ابونا بس تعمل ميوت لإله، تسكر السماعة بالضبط عشان ما يشوفش والناس تسمع بوضوح. تفضل ابونا. فموضوعنا اليوم هو عن حفظ اللسان او الانسان واللسان. نعم. هذا موضوع مهم جدا، لانه بالنسبة للقديس يعقوب هو مقياس الحقيقي لتدين الانسان. نعم. اذ يقول القديس يعقوب إن ظن أحد أنه دين وهو لا يلجم لسانه كان تدينه باطلا. فحديثنا اليوم عن اللسان راح يكون من خلال 4 نقاط. النقطة الأولى أقوال كتابية في اللسان، يعني من الكتاب المقدس. نعم. ثانيا شرور اللسان. ثالثا مزايا اللسان. رابعا نصائح عملية. أولا أقوال كتابية في اللسان.
ما في شك لا يعلى على كلمة السيد المسيح القائل إن كل كلمة بطالة ينطق بها الناس سيغدون عنها حسابا يوم الدين، لأنك من كلامك تبرى ومن كلامك يحكم عليك. وأيضا للقديس بولس: لا تخرجن من أفواهكم ولا كلمة فاسدة، بل ما يصلح منها ويفيد البنيان ويؤتي السامعين نعمة. وفي مكان آخر: اطرحوا الغضب والسخط والخبث والتشهير والكلام القبيح من أفواهكم، لا يكذب بعضكم بعضا، إذ أنكم قد خلعتم الإنسان العتيق ولبستم الإنسان الجديد. وفي مكان آخر: اجتنب الأحاديث الدنيوية الجوفاء، لأن أصحابها لا يزيدون بها إلا نفاقا، وكلامهم يتفشى كالآكلة. وللقديس يعقوب أقوال رائعة في اللسان وشره، إذ يقول: إن جميعا نزل كثيرا، ومن لا يزل في الكلام فهو رجل كامل في وسعه أن يلجم أيضا جسده كله. انظروا ما أثر النار التي تضرم غابة كبيرة، فاللسان أيضا نار، إنه عالم الإثم. لقد جعل اللسان بين أعضائنا، وهو يدنس الجسم كله ويحرق الخليقة كلها، ويحترق هو بنار جهنم. أما اللسان فما من إنسان يقوى على قمعه، إنه شر لا ينبضر، مفعم سما قتالا. به نبارك ربنا وأبانا، وبه نلعن الناس الذين صنعوا على مثال الله. والقديس بطرس أيضا يقول: من أراد أن تهنى له الحياة ويرى أياما سعيدة، فليكف لسانه عن الشر وشفتيه عن التكلم بالمكر. النقطة الثانية: شرور اللسان. ما أكثر الخطايا والأخطاء التي يقع فيها اللسان، ومن الصعب حصرها. نذكر منها ما يلي: أولا الإدانة. يقول لنا السيد المسيح: لا تدينوا لئلا تدانوا، فإنكم بالدينون التي به تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم. لا معذرة لك أيها الإنسان الذي يدين أيا كنت، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، بما أنك أنت الذي يدين تفعل ذلك بعينه. أو تظن أيها الإنسان الذي يدين أنك تنجو من دينونة الله؟ أنت إذن لما تدين أخاك؟ وأنت أيضا لما تزدري أخاك؟ فإن جميعا سنقف أمام منبر الله. والقديس يعقوب يقول: أما أنت فمن تكون حتى تدين القريب؟ من بين شرور اللسان الاغتياب والافتراء. الاغتياب أو النميمة هو التكلم بالشر على القريب في غيابه وفي أمور صحيحة، ولكن بدون داع سوى الإساءة. النميمة والوشاية هما كالاغتياب. الافتراء هو التكلم بالشر على القريب في أمور غير صحيحة وفيها كذب وظلم، وهذه من أكبر الخطايا المتواجدة في مجتمعنا، وسببها الكبرياء وحب الانتقام والطمع، أو لتمضية الوقت والتندر في أخبار الغير وننسى نتائجها. نتائجها تحطيم سمعة القريب، انتشارها بسرعة ويصعب إيقافها. وهناك ضرورة التعويض عن الإساءة المعنوية والمادية التي تطرأ. المحبة والحسد. الحسد بمعناها اللغوي هو تمني زوال النعمة أو الخير عن المحسود، وتحول هذه النعمة والخير إلى الحاسد. لا نحسدن بعضنا بعضا، القديس بولس في رسالة إلى أهل غلاطية. المحبة لا تحسد ولا تطلب ما لنفسها. المحبة لا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق. المحبة لا تظن السوء ولا تشك في تصرفات ولا في نوايا الناس مهما بدأت غريبة. المحبة لا تفرح بالإثم، لا تفرح بسقوط عدوك، ولا يبتهج قلبك إذا عثر في سفر الأمثال. ثالثا مزايا اللسان. المسيحي الكامل هو ليس فقط من لا يعمل الشر، بل من يعمل الخير.
لا ندخل السماء لأننا لم نصنع الشر بل لأننا صنعنا الخير. لا يكفي أن لا نسيء بلساننا حتى نكون كاملين، بل يجب أن نستعمله لخيرنا وخير القريب. إذ ليس فضل كل اللسان أنه لا يخطئ، بل لابد أن يكون له عمل إيجابي، لأنه هل من المعقول أن توجد آلة كل فائدتها أنها لا تضر أحدا؟ أم لابد أن يكون لها إنتاج مفيد؟ هكذا اللسان، إذا كان بمقدور اللسان أن يقوم بشرور كبيرة، كذلك فإن قدرته لعمل الخير هي أيضا كبيرة. نستطيع أن نقدم البعض منها مع كلمة وجيزة. طيب العلاقة، أقوال الكتاب المقدس رائعة في هذا المجال، فما أحرانا أن نتذكرها ونتأملها فنسخرها لخيرنا وخير القريب. افرحوا مع الفرحين، ابكوا مع الباكين، كونوا فيما بينكم على اتفاق، لا تكافوا أحدا على شر بشر، اعتنوا بفعل الخير أمام جميع الناس، سالموا جميع الناس إن أمكن وما استطعتم إلى ذلك سبيلا، لا تنغلب للشر بل اغلب الشر بالخير، اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلكم المسيح لمجد الله، البسوا أحشاء الرحمة واللطف والتواضع والوداعة والصبر، احتملوا بعضكم بعضا وتسامحوا كما أن الرب سامحكم، لا تتكلموا على أحد بالسوء بل كونوا سالمين حكماء مبدين كل وداعة لجميع الناس، اثبتوا على المحبة الأخوية. أما القديس بطرس فيوجد العلاقة بين الناس قائلا: كونوا على وفاق، مشفقين بعضكم على بعض، محبين، لا تجازوا على الشر بالشر ولا على شتيمة بشتيمة، بل بالعكس باركوا لكي ترث البركة، إذ من أراد أن تهنى له الحياة فليكف لسانه عن الشر وشفتيه عن التكلم بالمكر، ليبتعد عن الشر ويصنع الخير ويطلب السلام ويسعى في إثره، لأن عيني الرب إلى الصديقين وأذنيه إلى طلبتهم، وأما وجه الرب فعلى فاعلي الشرور. من بين مزايا اللسان أيضا معالجة الأمور بالحسنى، لا تنتقموا لأنفسكم بل اتركوا موضعا للغضب. الغفران أيضا، سمعتم أنه قيل: أحبب قريبك وابغض عدوك، أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والأثمة. احسنوا إلى من يبغضكم، باركوا لعنيكم، صلوا لأجل الذين يفترون عليكم، وقبل أن تقدم قربانك امضي أولا وصالح أخاك، إن أخطأ إليك أخوك اغفر له، لا أقول إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. يقول قديس بولس: إن جاء عدوك فاطعم، وإن عطش فأسقه، فإنك بفعلك هذا تركم على رأسه جمر نار. من بين مزايا اللسان النصح الأخوي، يقول لنا السيد المسيح: إذا أخطأ أخوك فاذهب إليه ولمه بينك وبينه، فإن سمع لك ربحت أخاك. والقديس بولس يقول: أيها الإخوة، إن أخذ أحد في زلة فاصلحوه بروح الوداعة. والقديس يعقوب يقول: إن ضل أحدكم عن الحقيقة ورده إليه آخر، فاعلموا أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله قد خلص نفسه من الموت وستر جما من الخطايا. والقديس يهوذا يقول: خلصوا من أمكلكم انتزاعهم من النار. ومن بين المزايا الاحترام المتبادل. إياكم أن تحتقروا أحدا من هؤلاء الصغار، فإن ملائكتهم يشاهدون أبدا وجه أبي الذي في السماوات. القديس يعقوب أيضا يقول: لا تجمع بين الإيمان بربنا يسوع المسيح ومحاباة الوجوه، فإذا ما دخل مجمعكم إنسان غني في حلة بهية ودخل أيضا مسكين في لباس قذر، فنظرتم إلى الغني وقلتم له: أنت أجلس هنا في الصدر، وقلتم للمسكين: أنت قف هناك، أفلا تكونون قد ميزتم وجعلتم من أنفسكم قضاة ساءت نياتهم؟ اسمعوا يا إخوتي،
أم اختار الله المسكين بحسب العالم ليكونوا أغنياء في الإيمان وورثة للملكوت الذي وعد به محبيه؟ وأنتم قد أهنتم المسكين، إن حابيتم الوجوه فإنكم ترتكبون الخطيئة والناموس يحكم عليكم كمعتدين. رابعا وأخيرا بعض النصائح العملية. كم صفة وحسنة موجودة عند الآخرين ما أخبرنا بها ولا تحدثنا عنها بسبب الغيرة والانتقام، وأما العيوب عند القريب نشهر بها أمام كل الناس. لا ننسى كلمة المسيح القائل: بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. الرحمة لمن يرحم، لا تدينوا لئلا تدانوا. كل ما أردتم أن يفعل الناس لكم افعلوه أنتم لهم. دعوتنا أيها الإخوة: باركوا ولا تلعنوا. الكلمة الحلوة تزيد المحبة بين الناس وتزيد البنيان في الأسر والمجتمع، والعكس وتحطيم العلاقات الأسرية الإنسانية. ما هي دعوتنا؟ هل هي للبنيان أم للدمار؟ أهم نصيحة أقدمها هي الإبطاء في الكلام. يقول القديس يعقوب: على الإنسان أن يكون سريعا للاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل لبر الله. والقديس أرسانيوس يقول: كثيرا ما تكلمت فندمت، وأما على سكوتي فما ندمت قط. أخيرا أنهي كلمتي ونصيحة: أن نجعل المحبة هي المرشد للإنساننا. هذه المحبة التي عنها يقول قديس بولس في نشيد المحبة في رسالته الأولى لأهل كورنثوس فصل 13، أنهي بها كلمتي إذ يقول قديس بولس: المحبة حليمة مترفقة، المحبة لا تعرف الحسد ولا العجب ولا الكبرياء، ولا تفعل السوء، ولا تسعى لمنفعتها، ولا تحنط، ولا تبالي ما ينالها من السوء، ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق، وهي تعذر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. آمين. آمين. أمين. يسلم تمك أبونا، وصباحك نور إن شاء الله. المستمعين كمان استفادوا أيضا من هذه الكلمات الرائعة اللي وجهتها لهم في موضوع الإنسان واللسان، فشكرا لك يا أبونا. تسلم يا أبونا، شكرا، يعطيك العافية. نعم، يعطيك العافية ولمجد الله. تسلم يا أبونا. دكتور، يعني خلاصة اللي حكى أبونا، احنا نقول أن المحبة تستر جما من الخطايا، ولأجل تلك المحبة نكف اللسان عن الناس. حلو. لأننا بنحبهم. نعم. بنبطل نشوف عيوبهم. نعم فعلا، الإنسان اللي بيحب الشخص يعني الآخر ما بيذكره إلا بالخير. بالزبط. حتى لو بيشوف منه تصرفات ممكن مش خير، أو مثلا تصرفات مزعجة أزعجته أو هيك، لكن لأنه بحبه فبتلاقيه بيطنش وبستر ما صدر منه، لأنه أكيد كل إنسان له أسبابه ممكن يكون، أو حكى هذا الشيء من طبعه، لكن إذا أنت بتحب الآخر فبتصونه وبتصون ذكره كمان، تستر عليه. صح. أبونا، قبل ما ننتقل لضيوفنا الآخرين، عندنا أبونا عماد علامات، وأيضا أبونا بطرس عجازين، وأيضا أبونا جورج القائد من هولندا. عبين ما تصحى هولندا فمنخليه بالآخر. صحيح. فمعنا هلأ أبونا عماد علامات، أمين عام بطريركية اللاتينية في هو بعمان، فنحن منحب أنه يشاركنا بهذا الموضوع. نعم. لأنه نعم. كمان أيضا هو تكلم فيه كثيرا في وعظاته وفي اجتماعاته. نعم. ولقاءاته مع الشبيبة والفعاليات الكنسية بالرعاية، فحلو من أبونا عماد علامات. نعم. كمان نسمع منه. نعم. كمان بنهنئه بهذا المنصب الجديد وصلاحيات الوافرة اللي يعني أعطتي البطريركية، وهي من نهاية خدمات جسام وكبيرة هو قدها أبونا، لو لذلك أعطوه هذه المهام. نعم. وأيضا الجديدة. كمان دراسته كانت في روما لنيل الدكتوراه، ف ما شاء الله. هلا هلا من بارك له بكل إشي. نعم. المنصب والدراسة كل شيء، عودته سالما، كل إشي. نعم، عودته سالما إلى الأردن بعد هذا المشوار الطويل في روما والدراسة. نعم. والإعدادات والتجهيزات، يعني خدم بالعديد من الرعاية، وأنا شخصيا تشرفت بالخدمة مع أبونا عماد في أكثر من مكان، خصوصا بالجنوب.
أبونا عماد دائما كان يعني قد المسؤولية، لذلك اليوم في يعني مهام جسام أوكلت إله من قبل البطريركية، وخصوصا علاقة المطرانية بعمان مع الدولة وبعد نعم. الفعاليات هاي نعم، فهو مستحق. نعم أكسيوس. فعبين ما الكنترول روم يتصلوا وتواصلوا مع أبونا عماد علامات ننتقل لفاصل ونواصل. بيد الحب جدلتني طبعت في صورتك سكن السماء أعطيتني فصرت من أهل بيتك بفرحك غمرتني جئت إليك أحببتك أنت في البدء أحببتني حبك سر إيماني عيناك تنظر إلي حضورك يهز كياني يرعاني ملء حنانك هيا منبع بحر الحنان عيناك تنظر إلي نرجع أبونا نحكي بخصوص الكلمات والأمثال اللي أعطيت بالكتاب المقدس من غنى، وأنا بعتبر إنه هذه كنوز، كل آية كنز للإنسان المؤمن. في رسالة يعقوب أو سفر الأمثال، شفتا الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم، وشفتا الصديق تعرفان المرضي وفم الأشرار أكذب. فعلا يعني أبونا الإنسان اللي مش صادق أو الإنسان اللي بضمر شر لأخي الإنسان يعني ما يخرج منه، الإنسان اللي بيعمل خطأ أو الإنسان اللي بيعمل شر أو الإنسان المعروف عنه أنه نمام بيحكي عن الناس إلى آخره، مصداقيته بتروح منه بالضبط، وشخ... بفقد ثقة الناس بفقد ثقة الناس. فهذا الشخص إذا كان عنده position منصب ومركز، شو بتحكي لهذا الشخص يعني بهالمنصب يعني والمركز؟ من زي ما حكى يسوع من كلامك ودينك، يعني لما بتكون بثقة الناس وبحسوا الناس بالخديعة الناس ما رح يوقفوا معك، نعم. رح يتخلوا عنك، رح في وقت تكتشف يكتشفوا كل الأكاذيب. أنا بحكي عن اللسان، يعني مثل ما أحلى بيحكي الكتاب، ليس كل ما يدخل فم الإنسان ينجسه، بل كل ما يخرج منه الكلام اللي مش منيح والأفكار اللي مش منيحة. كمان اللسان يبقي الإنسان على قيد الحياة كمان بالغذاء والطعام وعملية المساعدة في الطعام. يعني نعم. الفم كمان بفوت ما يبقي الإنسان من الأكسجين كمان ومن نعم. الغذاء، طيب يبقى على الحياة. بالمقابل بدك تعطي هالحياة للناس نعم. بالكلام اللطيف، بالكلام الحلو، بالكلام اللي بيحسن من نفسية الإنسان اللي مقابله، وخصوصا الإنسان المتعب أو أحيانا يكون عنده مشكلة نفسية، عنده مرض، عنده وجع معين، فهو مو متحمل. حتى لو الكلام اللي بحكيه صح، زي ما تفضلتي قبل قليل وحكيتي أنه مش وقته نعم. يعني بحكي كمان بسفر الأمثال وقبل قليل يشوع بن سيراخ أنه الوقت المناسب للكلام المناسب، يعني في أحيانا بده يصمت الإنسان، وليس عن جهل وليس عن قلة علم وليس لأني مش عارف أحكي، ولكن لأني مستني الفرصة المناسبة، التوقيت المناسب. مثل ما حضرتك قاعدة بتسمعي لي هلأ وأنا نعم. بحكي، بس بتطلع فيك ببتسم بنهي، بتجي حضرتك بسلمك الكلام نعم. يعني كمان في الحياة زي المذيعين على الهواء، يعني لازم يكون فيها التناسق بالكلام نعم. مش واحد يستلم الحديث بالجلسة والناس كلها ساكتين نعم. حتى بالصف اليوم قالوا أنه التعليم يجب أن يكون مشاركة بين الطلاب وبين الأستاذ، ما بيسوى زي زمان يفوت الأستاذ يحكي 40 دقيقة ويطلع نعم. فاليوم بدهم يحكوا ولا بنكبتوا بضوج الصف إذا ما حكوا الأولاد نعم.
نعم صحيح. فعلا أبونا في أبونا دائما بحكي لك الإنسان في بعض الأشخاص عندهم كاريزما وعندهم بشخصيتهم جذب. نعم من عينيهم بتلاقيهم طاقة. أو من نظراتهم. فهي الكلام هي عبارة عن طاقة، لما الطاقة هذه بتطلعها أو تسمع لها. قبل ما نحكي ونكمل بهذا الموضوع معنا اتصال هلا مع أبونا عماد علامات أمين عام بطريركية اللاتين. أبونا صباح الخير. صباح الخير، صباحكم نور يا رب. صباحك نور أبونا الفاضل. صباح الخير أبونا جورج صديق الغالي. بدنا نبارك لك على إيش وعلى إيش. أول إشي المنصب، إحنا والاتصال هلا معك بعد استلامك المنصب الجديد كأمين عام البطريركية اللاتينية الأوكرانية بعمان. شكرا شكرا جزيلا، الله يسعدكم بعمان. وأيضا على دراستك، شهادة أنت خلصت الدكتوراه الآن، يعني من بمسيرة الاكتمال إن شاء الله على خير إن شاء الله. وندعوك الأب الدكتور عماد علامات بعدين لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله أبونا معاكم وصباحكم سعيد، ولكل الأخوة والأخوات اللي بيتابعوكم بالبرنامج. شكرا لك أبونا. أبونا إحنا الموضوع اليوم عن اللسان، الإنسان واللسان، فماذا تحدثنا من غنى وفيض ما تحوي من هذا بهذا الموضوع، خصوصا وانت بدك تكون الناطق بلسان المطرانية بعمان؟ لا انا مش ناطق، لا هاي مش ناطق بلسان اكيد لا. أول إشي ربنا ميز الإنسان بالقدرة على التعبير بعضو صغير اسمه اللسان. تعبير عن كثير شغلات، يعني تعبير أولا عن المشاعر، تعبير عن ما في داخل الإنسان يعبر بهاللسان. الكتاب المقدس كثير حكى عن هالمجال، كثير حلو. نرجع لنص مهم اللي هو برسالة القديس يعقوب، اللي فيه تشبيه لضبط اللسان بتشبيهين. التشبيه الأول اللي هو اللجام والدفة. ليش أول شيء حكى عن ضبط اللسان؟ ليش؟ لأنه بتشبيه آخر كمان يحكي بالكتاب المقدس عن اللسان مثل النار، يعني ممكن تحرق الأخضر واليابس. يعني تطبيق هذا الإشي لما مثلا موجة الإشاعات تطلع إلى آخرها بتدمر الإنسان، مثل النار اللي بتحرق الغابات. الكلام اللي مش موزون والمش مضبوط هو أيضا بيحرق. فكتاب مقدس قد ما بيشبه، خلينا نحكي هاي القوة اللسان إنها بركة من ربنا، هي باللسان يسبح ويشيد وإلى آخره. أيضا بيحذر من خلينا نحكي المخاطر. عشان هيك برسالة القديس يعقوب بيحكي ألجن لسانك، اللجام اللي بنحط على الخيل اللي هو وجه الخيل، الدفة اللي موجودة بالسفينة حتى لو كانت باخرة كبيرة، الدفة الصغيرة بتوجهها. لما اللسان يضبط، نفس النص بيحكي من شأنه أن يفاخر بالأشياء العظيمة. هون الدعوة أنا بحكي أنه اليوم خلينا كلنا نجرب أنه لساننا يسبح ويبارك ويمجد ويشجع. بجوز بهاي الظروف اللي احنا موجودين فيها في كثير اشخاص ممكن نلتقي معاهم بحاجة لكلمة تشجيع. اللسان قادر انه يرفع المعنويات، وقادر يعزز الاشخاص، وقادر يعطيهم روح جديدة. هاي الدعوة اللي انا بوجهها اليوم من خلال نورسات، من خلال البرنامج، انه خلينا نستخدم اليوم اللسان للتمجيد والتسبيح والتشجيع. آمين. لكل أشخاص بحاجة لهالإشياء. آمين. وما أكثرهم، كثيرين الأشخاص اللي بيستنوا كلام التعزير، خصوصا من الناس اللي حواليهم اللي بثقوا في كلامهم واللي بيحبوا يسمعوا منهم، مثل حضرتك أبونا. الله يسعدك أبونا. شكرا يا أبونا على هالكلمات الرائعة.
لكن هذا تقول أيضا كمان أبونا للإنسان اللي بيكون عنده منصب أو عنده يعني مكانة بالمجتمع وأيضا لسانه أحيانا بيكون في منطلق إنه مثلا النصيحة والإرشاد، لكن أيضا بيكون يعني كيف الإنسان بيقدر يعبر، خاصة الأشخاص اللي إحنا نسمع لهم ومناخد الإرشاد منهم والنصيحة وبيكون لسانهم جارح أو لسانهم حاد أو لسانهم سليط. اليوم أول إشي كل خدمة هي أو كل منصب أو كل خلينا نحكي مكان إنسان موجود فيه هو مكان خدمة يعني. نعم. وكل خادم هو بده يبني، أوكي، وأكيد البناء بصير بعدة أمور، أكيد الثناء والتشجيع بيعطي قدرة على البناء. بعطي مثال صغير، الفرق بين القائد والمدير. نعم. القائد بالشركة أو المدير بالشركة إذا كان قائد بيكون خلينا نحكي الأجواء والإنتاج والتضامن داخل الشركة بأعلى مستوياته. إذا استخدم الموقع للتجبر مثلا في عمل الأشخاص هنا بيكون للهدم. اليوم هي دعوة لنا جميعا انه كل واحد بموقعه وكل واحد في مكانه يستخدم النعم اللي الله اعطاه اياها للبناء. فعلا يعني يقيم ما يتفوه ويقيم كل شيء بيطلع منه. يعني نحن هون الدعوة للناس الاشخاص اللي عم بيتابعونا انهم يقيموا كمان كل ما يخرج من فمهم بغض النظر عن المكان اللي هو متسلمه او الاداره او حتى يعني من مناصب او من منابر يقدروا يعملوا فيها الارشاد، ويقيم ما يخرج من لسانهم وايش اثرها على المستمعين. صحيح. يعني ضروري نقيم ما نتكلم به. اكيد. ونعمة ربنا ترافق الجميع. امين يا رب. شكرا يا ابونا على المداخله وشكرا لوقتك، وبنتمنى لك يا ربي نهار مبارك دائما وخدمه ورساله محبه ونتمنى لكل أميات الخير والتوفيق يا رب برسالتك. صباحك نور. شكرا أبونا، ربنا يكون معك ويقويكم. آمين يا رب. آمين. صباحك نور. حلو أبونا، عندما نتكلم إنه في أشخاص، في بعض الأشخاص بيكونوا متسلمين مناصب للحديث وأيضا للوعد والإرشاد وتقديم النصيحة، أحيانا تأخذهم هذه المناصب ويعلو فوق السحاب وبتبطل الإنسان هذا أنت شايفه. ليه؟ لأنه بيتكلم من علو. فالإنسان إذا بده هاي النصيحة أو هذا الإرشاد أو هاي الـ نعم الكلام اللي مثلا بده يعطيه النصائح ومن الحكمة من حكمته أو بده يرجع ينزل حاله لمستوى الناس حتى تقدر تسمع له بالضبط وتسترشد من كلامه. ما بيصير يعني الإنسان، أنا هذا يعني من علم الإدارة وبعلم تقدير الذات وفي تدريب على تقدير الذات ومعرفة الإنسان لنفسه، فالإنسان اللي بيكون بهذا المنصب اللي بده يعطي الإرشاد والنصيحة أيضا ما يحكم منها العلو، بده يرجع يكون بالزبط. من مستوى البشر اللي قدامه إلا يحاكيهم، لأنه صارت الإنسان عندها الذكاء، حتى بحكي لك ذكاء خارق، أنه تعرف الإنسان أنه هل هو صادق في كلامه، هل هو مؤمن في الكلام اللي يخرج من لسانه في كلام عندنا من كلام الآيات الجميلة أنه آمنت فتكلمت، تكلمت من فيض إيمانه، من فيض إيمانه تكلم، خاصة اللي بيتكلموا بأمور روحانية ودينية. إذا ما كانوا مؤمنين بما يتكلمون وينعكس إيمانهم أيضا بكلامهم وفعلهم أيضا أمام الآخرين، هون كلام بلاقي نتيجة. مثل البذار اللي بتبذرها في الأرض الصالحة بتلاقي زرع وبتلاقي حصاد في النهاية، لكن لما
يكون الإنسان لا يؤمن بما يتكلم ويتفوه بس من أجل الكلام، لأنه هو بمكان بمنصب أنه نعم. يعطي هذه النصيحة نعم. وهذا الإرشاد وهي الحكم نعم. لتخرج منه نعم. الإنسان صار يقدر يفرق بين إنسان صادق في كلامه نعم. مؤمن بما يتفوه وإنسان لا يؤمن بما يتفوه أو إذا تفوه به لا يعمل به. نعم بالنهاية دكتورة هو في أزمة الإنسان بذاته. أنا لما بنقسم على ذاتي ما بين اللي أنا بعيش وما بين اللي بحكيه يعني في أزمة، بكون بعيش بأزمة لأنها بتأذيني يعني بحس حاله الواحد بيمثل وأقنعة 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 وبيبدل بين الأقنعة، هو بدي يتعب نفسيا، بدي يعيش بأزمة بصراع ما بين ما هو مطلوب وما هو معاش على أرض الواقع. يعني لما شاف يسوع الفريسيين مثل هيك نعتهم قال كمان للمؤمنين اللي عم بيسمعوهم قال اسمعوا أقوالهم ولكن لا تفعلوا أفعالهم. نعم يعني هاي أزمة حقيقية يعني نعم. وقد يعيشها الكثيرين في حياتنا يعني. فهون فحص الضمير لما الإنسان يجي بده يتناول، لما الإنسان بده يتقرب من الله بالصلاة بهيك بقول له يا رب سامحني أنا اليوم كنت ضعيف بهالموقف، لأنه مثل الصلاة اللي افتتحنا فيها حكي أنه أنت أقمت الميت يا رب، أنت فتحت عيون الأعمى، يعني أنت تستطيع أن تفتح عيوني، أنت تستطيع تجدد في سلوكياتي الحياتية، لأني أنا عاجز أني أبطل خطاياي، أنا خطاياي بعيدهم بعترف فيهم برجع بعيدهم، ولكن لما بطلب النعمة مثل ما شفى الأعمى يشفيني ويعطيني القوة هناك أستطيع التخلص من خطاياي، من عاداتي السيئة، من يومياتي اللي أنا ندمان عليها، وكل شيء أعمله أنا بحكي مش قادر أتركه، غصبت عني بدخن، غصبت عني بعمل هيك، الظروف هي المواقف الكذا هي اللي عم تمنعني أني أنا أكون بذاتي. فالعودة إلى الذات لهذا الإنسان اللي هو بيحكي وما بيعيش وبيحكي من علياءه لابد أن يركع مثل الجمل لما بده يفوت على البوابة، لما بقول لك دخول الجمل من ثقب الإبري قصده من هالبوابة اللي بده يركع تيشيل الجمل حمولته تيفشو يفوتوا من البوابة. نعم بوابة نعم. الملكوت. أبونا كنا نحكي قبل كمان عن الاتصال مع أبونا عماد عن موضوع الشخصية والكاريزما نعم. عند بعض الأشخاص، يعني شو سر هل بعض الأشخاص بتلاقيهم لما بدخلوا على مكان أو بيدخلوا بموقع أو لما يتكلم بتلاقي كل العالم موهبة. كل الناس موجودين بيستمعوا له موهبة، وبتلاقي ينجذبوا لإله لكلماته، بتلاقي بشع نور من عينيه من شخصه. فبقول لك هذا الإنسان بس يدخل يا أخي له كاريزما غريبة موهبة. ما الله سر هذه الكاريزما؟ تعرف أبونا شو سر هذه الكاريزما؟ ما هو؟ أنا شخصياً، ولا أنت بدك تجاوبي؟ لا اتفضل أنت جاوب. أنا شخصياً بحكي اصطفاء من الله تعالى، الله أعطاها هاي الموهبة لأنه بده يستخدمه لشغله. الله ما أعطاك صوت حلو عشان تضل الواحد في المطبخ يدندن فيه أكيد نعم. عشان الناس بالكنيسة يستمعوا فيه مثل ما حضرتك بتعمل في كثير من المواقف بالصلوات. إذا الله أعطاني الوعظ والإرشاد ما بصيرش أسكت، بدي أحكي بالوعظة، بدي أفهم الناس. فهي أنا بحكي الله يصطفي أشخاص معينين ويعطيهم مواهب مثل ما بحكي القديس بولس، ليس تقول العين أنا أهم منك يا الإذن، لأني أنا بشوف أنت ما بتشوفي، هي بتسمع هاي ما بتشوف، لذلك أنا بشوفها هي من الله تعالى، بحط لك كل واحد بده يوصل إشي من خلاله، مش عبثة مش صدفة، ولكن إذا أنا جيرته لحسابي وشغلته لمصلحتي الخاصة هيك طلعت من الإطار العام اللي وضعه الله فيه. أحيانا أبونا ما هو الناس بتسيء هاي الموهبة، يعني بتسيء هذه الموهبة وهي النعمة اللي أعطاها ربنا بشي سيء، لكن في أشخاص عندهم هذه الطاقة وهالكاريزما أنا بعزو سببها أو قوة الشخصية أيضا بعزو سببها للمصداقية. الإنسان لما بتسمع له بتقول إنه هذا إنسان كلامه صادق، ما بيكذب، ما بيحكي شيء من أجل الكلام فقط والشو أوف يعني يتفرج، فبتلاقي هذه مصداقيته جدا عالية لدى الناس، عشان هيك الناس بتنجذب لإله لما بيحكي، تنجذب لكلامه حتى بشكله. بتلاقي إنه لما بيدخل على مكان ويكون إنسان محبوب بكلامه بنظرته بعينيه بشخصه بتلاقي إنه في إله هالجذب، زي ما المسيح الصادق كان يحكي هالكلام الحلو والجميل وكان كل كلامه تعطي أمل ورجاء للعالم، فكانت الناس تتبعه وتلحقه وين ما كان يروح بسفراته بتعليمه لأنه عنده هاي الكاريزما
حتى من عينيه بقول لك نظر لإله وجذبه فأحبه. ما حكى حتى. ليش؟ لأنه الإنسان من جوا صدق، ومصداقيته الداخلية هي عبارة عن طاقة، وهي الطاقة بتخرج للخارج وبتبين على الشخص. 100% كلام جميل، ما أجمل كلامك. فالإنسان إذا أنت بدك يكون عندك هاي الكاريزما وتكون هذا الشخص اللي أنت بتتمنى، بقولك أنا حابب أكون مثل هذا الشخص، كل العالم تتطلع عليه، كل العالم بتنجذب لإله، أنا حابب أكون مثل هذا الشخص. بتقدر وتستطيع أن تكون مثل هذا الشخص لما يكون عندك مصداقية عالية، وكل ما يخرج من فمك يكون صادق من قلبك. الفريم اللي بتحكي فيه كلامك يكون فريم محبة، نظراتك نظراتك تكون نظرات محبة، نظرات من كلام ربنا اللي علمك إياه. هون ساعتها أنت رح تلاحظ التغير في رؤية الآخرين لإلك، لأنه هذا كلامك الصادق طاقة. كل الكلام هذا بعلم الطاقة، خاصة أكيد. اللي بيأمنوا بعلم الطاقة هي طاقة طبعاً أكيد. والطاقة هذه إذا أنت داخلك طاقة إيجابية تظهر عليك، وإذا طاقة سلبية بكلامك المتنمر أو كلامك اللي بتسيء فيه للآخرين أو الإشاعات اللي أنت بتصدرها عن الآخرين عشان تحط من قدرهم، هذه طاقة سلبية بتنعكس عليك، طاقة سلبية وتبين شكلك، حتى الإنسان بيهرب وينفر منه. فمصداقيتنا هي أساس نجاحنا وأساس أبونا تربيتنا وأساس إنجيلنا اللي دايما بقول ليكن كلامكم نعم نعم أو لا لا، وما يزاد على ذلك فهو من الشرير. نعم. فمعنا اتصال، طولت بالحديث على موضوع المصداقين. معنا اتصال أيضا من أبونا، معنا من أبونا بطرس حجازين أيضا ومن أبونا جورج القائد. إحنا ما ذكرنا أبونا بطرس حجازين لأنه عنده نشاطات اليوم، وهو هلا بعملية بناء الكنيسة في منطقة الجبيهة، اللي بنتمنى انه هاي الكنيسة تنتهي وتكون نوارة في منطقة الجبيهة للناس تصلي فيها بكل محبة. فكورونا كورونا اخرت شوي مشروع البناء، لكن نتمنى انه هذا البناء ينتهي. وابونا بنقول له لابونا بطرس يعطيك العافية على كل ما تقدمه وكل ما تعمل له والمشاريع اللي بتقوم فيها، وأيضا رسالتك، رسالة المحبة اللي أنت بتنشرها من خلال كلامك ووعظاتك أيضا. فنحن بانتظار اتصال منه من أبونا بطرس حجازين. فتمام، معنا هلا أبونا بطرس حجازين على الهاتف. صباحكم نور أبونا. دكتورة صباح النور. الله يعطيك العافية. أنا شاكرة وقتك اللي أعطيتنا إياه بالرغم من ظروفك، من رغم من برنامجك الحافل والمليء. الآن أنت في مرحلة بناء الكنيسة، بنتمنى أنه تخلص. خبرنا وين صرتوا، يعني قريبا الافتتاح؟ سدي دكتورة، مع ظروف الراهنة ما بطلنا نتوقع يعني للأسف، ولكن إن شاء الله دائما ربنا له خيار ثالث وخيار صالح دائما. نعم. صباحك نور أبونا الحبيب. أبونا جورج صباح الخير. يسعد صباحك، طمنا عن صحتك أبونا. تمام الحمد لله الحمد لله. بحب عايدكم اليوم، اليوم الكنيسة بتحتفل بعيد رؤساء الملائكة مار ميخائيل وجبرائيل ورفائيل. حلو. نعم. كل عام وانتم بخير يا رب. كل عام وانتم بخير، وبنطلب حمايتهم خاصة يا رب. الملائكة رفائيل، ملائكة الشفاء يا رب، والعزاء والقوة، وملك جبرائيل، ملك قدرة الله اللي هي قادرة أن تخلصنا في هاي الأيام إن شاء الله من هذا الوباء إن شاء الله يا رب، بشفاعة أبائنا القديسين دائما. آمين آمين. من خلالكم إذا بتسمحوا لي بدي أعيد رعاية الأم السماكية، رعاية مار ميخائيل. آها حلو. بحن أصله. طبعا، والدي رفائيل إن شاء الله. أعيد اسمه كمان، كل عام هو بخير كمان. كل عام وانتم بخير جميعا. تسلم يا أبونا. أبونا نحن اليوم موضوعنا عن الإنسان واللسان، فكيف يستطيع الإنسان لجم لسانه عن كل شر ودائما يتحدث بالخير.
وما هي كمان الأشياء اللي سلبية، أو من نحكي الأشياء اللي مترتبة على الإنسان اللي بيكون لسانه يتكلم بالخطيئة أو الشر. نعم، أتوقع سمعت الأب فرح جازين وأيضا نعم. بعض الضيوف الأعزاء تكلم، لا أريد أن أكرر، ولكن أريد أن أشارك معكم نعم آية من المزمور، لربما هي مفتاح لهذا الجواب. كيف يستطيع الإنسان أن يضع، إن صح التعبير، حارسا وبابا لشفتيه لكي يلجم لسانه. مع صاحب المزامير نقول: ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتي. الباب هو اللي هو الباب والحارس هو اللي بتحكم في بكل ما يدخل وما يخرج من البيت أو من أي مكان، وبالتالي الشفاء هي بيت، هي باب اللسان. لذلك عندما نطلب من الله أن يضع بابا حصينا لشفتينا، وكأننا نطلب من الله أن يعطينا النعمة والحكمة لكي يكون كل ما يخرج من أفواهنا أو يتكلم به لساننا هو ما يختص بالله، وعندها نسمي هذا اللسان وهذا الإنسان إنسان فاضل ولسان فاضل. لذلك الإنسان عندما يتكلم بما يختص بالله واللسان هو إنسان فاضل. يعني إذا بنحكي بكلمات أيضا يعني بسيطة جدا، إنه كل إنسان إذا بيسيطر على كل كلمة، وكل كلمة ما بتخرج بدون إذن عقله وإذن قلبه، ولكن علينا أيضا أن نربي العقل والقلب على أن يكونا مسكن لله، عندها يستطيع أي لسان أن يتكلم بما في هذا القلب. فإن كان الإنسان محافظ على صداقة مع الله في قلبه وفي عقله، يستطيع بالتأكيد لسانه أن يكون لسان فاضل. قالت العرب: لسانك حصانك وصنته صانك. لذلك نصون اللسان بمعنى أن نجعله فقط لما كرس من أجله. يقول الكتاب المقدس: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد عن ذلك من الشيطان. بصراحة وببساطة لدينا الكثير من الزيادة، نحن للأسف في كلامنا، وبالتالي لدينا الكثير من الكلام الذي هو من الشر ومن الشيطان. كلامنا يجب أن يكون نعم نعم ولا لا وما زاد عن ذلك فهو من الشر. نحن نزيد للأسف الكثير، والشيطان يكمل التفاصيل. نعم 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 للأسف. اليوم إذا نطلع، أتوقع ولا أريد أن أكون مبالغ، 80% لربما من كلامنا وكلام زيادة بحكم المجاملة أبونا أوقات. نعم المجاملات. نعم للأسف، وخاصة إحنا يعني في بيئة بنحب إنه مرات يعني يكون الإنسان له حضور ولو على حساب الآخرين أو حساب سمعة الآخرين. نعم. القديس بولس يذكرنا أن ديروا بالكم في جلساتكم وانتم قاعدين وتشربوا في فنجان قهوة وفي إنسان ثالث غائب، ديروا بالكم لا تخرج كلمة بطالة من أفواهكم. نعم. ولكن كل كلمة تخرج يجب أن تفيد البنيان. السؤال: كم من كلامنا يفيد البنيان؟ نعم. كم من مرة لساننا فاد في خير الآخرين أو أزاد للآخرين بعض الفضائل؟ ونياله الإنسان اللي بلسانه يستر كثير من العيوب لكي تستر عيوبه أيضا. صحيح. أمام الله. إذن نرجع للسؤال الأخير: كيف نصون اللسان وكيف نحفظ اللسان لكي يكون لسان كما أراده الله، يقول نعم نعم ولا لا ولا يقول ما يزيد، لأن ما يزيد هو من الشيطان. حلو أن ندرب اللسان، أن نتعلم
كيف نصمت. الصمت أيضا فضيلة. نعم الصمت فضيلة. فضيلة أيضا. كثيرا ما تكلمت وندمت يقول القديس أرسانيوس، أما عندما صمت فلم أندم قط. نعم جميلة حلو. جدا. كثيرا ما تكلمت ولكن ندمت بعد الكلام، أما عندما صمت بعد الصمت لم أندم قط. جميل. إذن جميل الإنسان أن يدرب لسانه ويدرب حواسه على أن يتوقف مرات كثيرة عندما يتكلم ويسأل نفسه ماذا أتكلم وكيف أتكلم. لأن للأسف كثير من كلامنا اليوم غير ضروري، مش في مكانه، ملوش فائدة. يعني لو لم نتكلم لن يخسر الآخر ولن يخسر العالم شيء. صحيح فعلا أبونا، لأنه رب ساكت بقول له رب ساكت يعد حكيما. نعم. ورب نعم. متكلما يكره لطول حديثه. نعم صحيح. نعم نعم. تسلم أبونا عن جد، احنا أخذنا من وقتك ومن تعبك، وشكرا لتعب محبتك أبونا. أبونا جورج ودكتورة باسمة لكم كل التقدير والاحترام. شكرا لك يا أبونا. هاي لقاءات الصباحية التي تثري وتزيد القلب والروح وتغنيها بالفضائل المسيحية وتغذي الحياة المسيحية والروحية. شكرا لك يا أبونا. وموقعكم كل التقدير. سلام. تسلم يا رب. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى أيضا في مواضيع أخرى نبحث فيها، فأنت غني كمان بالمواضيع كمان هذه الرعوية اللي بتفيد الإنسان المؤمن واللي بحاجتها. إن شاء الله. إن شاء الله. تسلم أبونا. صباحك نور. صباحكم نور. صباحك نور أبونا. طمانيني. الله معك. الله معك. تسلم. فعلاً كتير في أشخاص بس بيتحدثوا علشان يبينوا يبرزوا في المجتمع إنه هذا متكلم وبيحكي بكل إشي ويفقه بكل إشي وبيعرف كل إشي، فعشان هو في عنده حاجة وأنا بعتبرها نقص. هذا الإنسان اللي متكلم كثيراً واللي بيتحدث كثيراً وبياخد حديث المجلس والضل والكل قاعد ساكت وعم بيسمع له، يعني بيسمع له مش لأنه بيستفيد منه، عم بيسمع له لأنه هذا الإنسان يعني النقص، لما بنقول انه عنده نقص، نقص في شخصيته، نقص في جاذبيته، نقص في يعني وجود ناس حواليه بمجتمعه انه ينجذب لإله، عنده شيء نقص. فتقدير لذاته. فما بعرف يعني الانسان اللي ما بي الانسان اللي بيكون في مجلس وياخذ هذا الحديث بهذا المجلس بالشكل هذا وبيخلي كل العالم انها مش عم بتشارك، حتى يعني مش عم بيسمح للاخر انه يرجع يجاوبه، يعني بيضلوا يحكي وسؤال ورا سؤال وجواب ورا جواب. متعب. متعب جدا. متعب تجلس مع شخص مثل هيك، وحتى كمان بصير انت تتجنبه لما بصير بيقول لك تعال مثلا خلنا نقعد وكذا وهيك، بتقول لا بقعد انا اسمع طول الوقت وطول الجلسه على حديثك وامجادك وبطولاتك يعني اللي سويتها، وبكون ثلاث ارباعها يعني كله حكي فاضي. لكن ما بعرف هدول الاشخاص موجودين حوالينا طبعا. والاشخاص هدول كمان اللي موجودين دائما عندهم ارائهم وهيك سلبيه، دائما بيشكوا التعب ودائما بيشكوا المشاكل ودائما عندهم ما في مشاكل. حدا بيعمل الامور صح زيهم، وزائد انه بيلموا كل مشاكل العالم كمان وبيهولوا فيها. طبعا هون احنا بنحكي عن منبر الإشاعة لما بيسمع مثلا، خاصة هلا مع مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بتلاقيهم بيتبعوا على بعض الأشخاص، هذا حط صورة هيك هذا أكيد تعبان، بتلاقي واحد حاطط صورته هيك هو سرحان بقول لك ابصر المصيبة اللي كان يحكي فيها قبل، يحكي فيها كأنه مصيبة هذه شكله مصاب كورونا أو إذا كان تعب أقول لك أنت معك كورونا، بتلاقيهم صيروا يطلعوا قصص وبعدين بنشروها وبعدين بيصدقوها العالم. للأسف للأسف. فهذه موضوع الإشاعة أيضا كمان من مساوئ اللسان وطول اللسان والحكي لزيادة اللي ما إله معنى ولا إله طعم. متى إحنا نوعى للساننا والحديث، يعني لإنسان المؤمن اللي بيروح بيصلي كل يوم وبيصلي ومعتبر حاله مؤمن، بيطلع بتلاقيه من الكنيسة ولا من الصلاة وعلى التليفون بتلاقيه بكذب وبيحكي
على الناس اللي حول اليوم شفتها جاي على الصلاة، ما هي قاعدة راح تتناول وهي حضرتها مزعلة أختها ما عم تحكي معاها بأي. أنت كيف بتحط حالك الدين غيرك بهذا اللسان تبعك؟ يعني في كتير مشاهدات أبونا وفي كتير أمثلة بتصادفنا بحياتنا منطلع عليها ومنسكت ما منحكي. يا إنسان أنت قبل ما تطلع على القذى اللي بعين أخيك تطلع على القذى اللي بعينك، على الخشب اللي بعينك، على الخشب اللي بعينك، مش قذى حتى كمان أكبر. فمعليش أنا أبونا انفعلت وانفعلت بهذا الموضوع لأنه فعلا حقيقة. بتواجهنا جدا أشخاص مثل هدول ومنسكت ما منقدر نحكي. يعني سكوتنا مش إنه عم يعني بقولك السكوت عن الحق أو إنه مش حق، هو بدي أحكي لك إنه إحنا بوضع هون حق، بس ما فيك أوقات بتسكت لأنه مش وقت، الوقت مش مناسب تتحكي طبعا لهذا الشخص طبعا. أنت عم بتسيء لنفسك وبتسيء للي حواليك بلسانك وطول لسانك طبعا. أحيانا يعني بدنا نطبق لا ترمي جواهركم أمام الخنازير فلا تدوسها. نعم الآن هلا أبونا إن هيك نعطي شوية راحة لمستمعينا ونقول فاصل ونواصل يا ريمون بترنيمة هيك حلوة على ذوقك. نعنشنا وأيضا نأخذ بعدين اتصال مع أبونا جورج القايد من هولندا. نعنشنا مش تنومنا. فاصل واصل عذراء يا أم الليلة يا طاهرة نقية يا عروس العروس لها صلي إلى ابنك الليلة وحنني عليه أجمل بلاد العالم ننطلق إلى هولندا إلى الخضرة والوجه الحسن والماء والطيبة والقداسة أيضا. أبونا جورج القائد صباحك نور. يسعد صباحكم وسلام المسيح لك ولمستمعيك. الله يخليك. يسعد صباحك أبونا جورج. أهلين دكتورة باسمة. أهلين فيك عزيزة أنت. أهلا يخليك يا رب. سلامنا وسلام كل أهل الأردن لإلك من هون من مرسات الأردن. بنوجه لك تحية لإلك. شكرا أنت خدمت كثير هالكنيسة نعم. المحلية بالأردن ولك الكثير من المحبين المستمعين الآن اللي عم بسمعوا صوتك وكلهم أشواق ليسمعوا كلامك الجميل وعظاتك الحلوة وأنت العالم بالليترجيا والعالم بالكتاب المقدس. حبيبي استمتعنا برفقتك أبونا سنوات طويلة من الخدمة مع بعضنا البعض إلى كل المحبة. تسلم يا رب. واليوم بنحب نسمع توجيهاتك وتوصياتك نحكي بموضوع الإنسان واللسان. نعم. وهذا موضوع يعني قبل ما نحكي فيه أبونا طمنا عن الأجواء عندكم بهولندا والأمور الوبائية كل شيء مستقر يعني ماشي الحال؟ الحمد لله بخير بس
في عنا حالات انتشار كتير لحد هلأ. امبارح كان عنا 3000 إصابة يومية ولا التوتال؟ امبارح يومية. أوف. نعم نعم عشان كتير انتشار. عم يعملوا انه يمكن يعملوا كمان حظر شامل، عم يفكروا انه عم يحاولوا يتجنبوا الحظر الشامل لحد هلأ، بس ممكن ننجبر انه يعملوا حظر شامل. الله يحمي الجميع ويحميكم ويحمينا ويحمي العالم. يا رب يا رب يشفي جميع المرضى. قصة مثل ما أبونا بطرس اليوم عنا عيد طقس اللاتين، عيد الملائكة، الملائكة والقديسين، قديس ميخائيل. نعم بشفاعة هذا الملاك. نعم الله يحمي الجميع يا رب يا رب. نعم. يخلصنا من هذا الوباء. أمين يا يسوع. أبونا شو بتحكي لنا عن موضوعنا اليوم؟ أبونا موضوع هذا رائع جدا، والكلام هو عطية من عطايا الله، لأن عطاها للبشر حتى يقدروا يتواصلوا ويتفاهموا فيما بينهم، فهو نعمة كبيرة من الله. ولكن أحيانا كثيرة بيكون هالكلام ممكن يكون كلام بيبني وممكن يكون كلام هدام، ممكن يكون كلام يحرر وممكن يكون كلام يقيد، ممكن يكون كلام يشفي وممكن يكون كلام يجرح المشاعر. فهو وسيلة أعطانا إياها الله للإنسان حتى نقدر نتواصل ونتفاهم، ولكن استخدامنا أحيانا الخاطئ لإله ممكن يؤدي لنتيجة سيئة وجارحة لبعضنا البعض. مشان هيك القديس بولس بيصف اللسان، بيقول اللسان صحيح هو عضو صغير، هو قطعة لحم طرية، لكنه مفعوله كتير كبير جدا. ونرى من حكمة الله لأنه انه حط اللسان ضمن سجن، ضمن سجن هو الفكين يعني ضمن الأسنان، لحتى الإنسان يضبط هذا اللسان بطريقة بطريقة لائقة. حطوا بسجن لحكمة ربنا. حلو كتير. نعم أبونا. حطوا بسجن لحتى نقدر نحن نتحكم فيه مش هو يتحكم فينا. كلامك. مشان هيك القديس بولس شو بيقول لنا؟ هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير، هو نار قليلة، أي هو وقود تحرق. فاللسان نار، عالم من الإثم. القديس يعقوب رسالة الفصل 3:5-6. وبرجع بيقول كمان القديس يعقوب في الفصل 8 هو شر لا يضبط مملوء ثم مميتا إذا ما قدرنا نتحكم فيه. نعم. وأيضا كمان نعم كذلك نقرأ في سفر الأمثال الفصل 18 الموت والحياة في يد اللسان، أحباؤه يأكلون من ثمره. فهون نفهم من هالشيء أنه الله بده يقول لأن حقيقة صادمة تتعلق بقوة الكلام واللسان، هو نعمة إلنا، ولكن أيضا في إله مفعول سيء أو استخدام خاطئ إذا نحن ما قدرنا نتحكم بهذا اللسان، وممكن يجلب لأن الموت والدمار، وممكن أوقات نسيء للآخرين من خلاله. طبعا. لذلك كمان الرب يسوع في إنجيل متى بيقلنا بالفصل 12 إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يؤدون عنها حسابا يوم الدين. يا ويلي يا ويلي. وهذا يعني أن كل إنسان مسؤول عن كل كلمة، ما فينا نحط كلام أو أزيد كلام أو أشوه سمعة الناس مثل ما بدي، أو لأني أنا زعلت منه لهذا الشخص، أو لأني ما بحبه أصير أحكي كلام طالع نازل عنه. ومن هون بقول أنا كل إنسان عنده لسانين، إما لسان أبارك به الله، وإما لسان ألعن به الآخرين أو بحكي عليهم يعني. فهذا العضو الصغير هو بمثابة أداة طيعة
الله حطها بين إيدي بترجم مما عليه طبيعة الإنسان، بيعبر من جوا عن طبيعة الإنسان. مثل أنت لما بتروح عند الدكتور بتكون مريض أحيانا، بيقول لك مد لسانك، من خلال لسانك بيقدر يفهم شو طبيعة الأمعاء عندك. نفس الشيء اللسان بيعبر عن ما في قلب الإنسان. سبحان الله، صحيح صحيح. وبالتالي هل هو إنسان بعده عايش بالإنسان القديم والخاطئ، أو هو إنسان مولود جديد على صورة المسيح بالبر والقداسة؟ لذلك بأن الرب يسوع في لوقا الفصل 6، الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. صحيح. والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم، وأنا هم بحطة يتكلم اللسان. نعم حلو. نعم فعلا. شكرا كثير أبونا، يعني عن جد يعني كلام رائع. نعم معلومات قيمة يعني، تأمل حلو. بس وقت أنا مستعد أوقف لحد هلا، ما بعرف إذا بعد في وقت ولا لا. معك أبونا وقت، معنا كمان دقيقتين. حلو. وبالتالي هو أداة لحتى نعلم ما في داخل الإنسان. من الضروري إنه أنا لا أسمح له أن يعمل إلا بإرادتي، مش أتركه يعبر مثل ما بده. لذلك يجب علينا أن نتأمل اليوم في بعض أمور يعطينا إياها الرب لحتى نقدر نستخدم استخدام صح، أن يكون لساننا لسان صلاة. ما رح أشرح كثير عشان ما أطول عليكم. أن يكون اللسان فينا ناطقا بلغة خاصة هي لغة يسوع، مش لغة العالم. ولا نحن نتكلم بألسنة. اللغة الخاصة هي لغة الكتاب المقدس، لغة المحبة، لغة التواضع، لغة التسامح، لغة انه انا اتكلم لغة الانجيل. حلو. جميل جدا. لان اشهد ليسوع، لانه المؤمن يجب ان تكون لغته لغة الشهادة. الشهادة الحية ليسوع، لانه اعطانا الروح القدس. ستنالون قوة حتى يحل عليكم الروح القدس فتكونون لي شهودا. وبالتالي المؤمن لغته هي لغة الصدق والاستقامة. نعم. في كلمة الرب. جميل جدا أبونا، جميل جدا، وعن جد يعني أخذنا من وقتك كثير. ولا يهمك ولا يهمك، بس في نقطة أبونا، أهم شيء النميمة، كلام النميمة. نعم. واستغاب الآخرين. نعم. أنه نحن كمان هون السؤال نطرحه عن أنفسنا، أنه نحن ما نجيب سيرة الآخرين وما نحكي عليهم، لأنه هيدا ممكن يسيء ويجرح للآخرين ويشوه سمعتهم. صحيح. بالفعل فعلا، يا ما ناس خربت بيوتها من وراء النميمة. نعم. والغيبة ونقل الحكي، وأيضا دمر حياتهم، يعني حتى ما قدروا. نعم. بعد إنه اكتشاف النميمة والغيبة إنه ما قدروا حتى يكملوا يصححوا ليه، لأنه صار في خطأ نتيجة يعني تراكم خطأ وتراكم كلام وتراكم مواقف مؤلمة، فبصف بعدين إذا بدك تدارك الخطأ وتقول يا جماعة هذا الحكي مش صحيح إلى آخره وهيك، لكن الخطأ اللي بيصير نتيجة استماع لهاي النميمة والغيبة بيكون فادح صار، والجرح صار عميق. نعم للأسف. نعم الاستخدام الخاطئ ممكن أيضا عدم السيطرة أنه يؤدي لهالأشياء هاي للأسف يعني. وفي مجتمعاتنا نحن العربية، بدي أخص لأنه بشوف في فرق بين مجتمعاتنا الغربية والعربية الشرقية، لأنه الغربية ما بتدخلوا ببعض، بقولك أنا ما ليش دخل، ما ليش فيهم، يعني الإكستريم ماخدين كتير المنحة العدم التدخل وعدم لا مبالاة حتى كمان، يعني لما بشوف صديق إله ولا كذا بحاجة بقولك إذا ما هو توجه لي وطلب من المساعدة أنا ما رح أرد عليه ولا رح أسأله. لكن نحن هون بالدول الشرقية متدخل كتير ببعض يعني. صحيح. كورونا بصراحة عملت لنا فعل كتير كويس، أنا بدي أحمدها لكورونا لأنه عملت التباعد، التباعد بقولك الجسدي، بس برضو كمان خففت من التباعد الاجتماعي
وكثر الكلام تسمع كثير كلام فهذا كمان خفف شوي هلا اسمع يقوم بالواجب فعلا فعلا ابونا احنا كثير استمتعنا بكلامك وحديثك وايضا بنصائحك وارشاداتك وفعلا يعني كلام جدا رائع تسلم وان شاء الله بنضلنا على تواصل في مواضيع اخرى كمان تتحدث ايضا عن فضائل فبال الإنسان المؤمن المسيحي المؤمن الإنسان اللي خلقه ربنا على صورته ومثاله سلامنا من عمان إلى هولندا ولا يهمك وصل سلامكم ودير بالك حالك يا أبونا ولا يهمكم شكرا شكرا لك أبونا صلواتك لألنا سلام المسيح معكم ومعك يا رب صباحكم نور نهاركم باي باي نحن جينا هلا على نهاية البرنامج وأنا بتمنى إنه مستمعينا إنه استفادوا من هاي الحلقة اللي بتحكي عن الإنسان واللسان تتعمل تقييم بس هيك تراجع فكرها وتعمل تقييم لنفسها على كل كلمة بتخرج من تمهم يعدوا أول إشي للعشرة قبل ما يجاوبوا لما بيستمعوا يعدوا للعشرة قبل ما يجاوبوا ويشوفوا إيش بده يطلع من تمهم إذا كلام حلو طلعه وإذا ما حلو ضبه عن جد دكتورة بقول على الواتساب في خاصية إنه بعد ما تكتبي تشطبي بعدين بس باللسان للأسف ما للأسف. في خاصية نشطب نعم. اللي حكينا للأسف والكلمة الجارحة لما بتطلع بتجرح وبتصيب صعب الواحد يرجعها فخليكم دائما متأنيين بأجوبتكم ودائما متأنيين بكلامكم دائما متأنيين لما بتسمعوا تحضروا جواب يكون يليق ويبني مثل ما أبونا عماد علامات قال إنه إذا كان كلامي إذا من منصبي أو موقعي كمسؤول كخوري عم ببوعظ كأسقف يكون يبني مش يهدم فلنجعل دائما كلامنا للبناء وليس للهدم هدم الإنسان هدم معنوياته هدم نفسيته لأنه ما شو رح نستفيد يعني صحيح. بدك تكون صديق صدوق لأخيك الإنسان وتنصحه وترشده لازم تجد المكان والوقت المناسب والطريقة أيضا المناسبة للحديث مع صديقك إذا بدك تنصحه أو ترشده إحنا ما عم نقول للناس إنها تطلع على الخطيئة أو تطلع على الشر وما تتدخل لكن تدخلك ولسانك بلسانك يكون للبناء وليس للهدم كلمة أبونا أخيرة أنت تنهي فيها بس ننهي ونقول خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك واحفظ بسلام جميع المختصين فيك الله يحفظ الجميع وبقوة الصليب ويعطيهم السلام والوئام ويبعد عنا كل وباء وكل شر باسم يسوع المسيح أمين أمين يا رب ونحن بنشكر كل المتابعين اللي تابعونا خلال هذا الصباح ومنقول للجميع يعطيكم العافية شكرا أخت سيسيل سير سيسيل الحجازين نفس اللسان نسبح به الرب ونفس اللسان نلعن فيه الرب خلي اللسان للبناء والتسبيح وليس للتجديف والهدم برافو يا حلو كتير قوي. صقر عود حجازين يسعد صباحك يا أخي صقر وأمل السلمان من كل قلبي بشكركم لنقل الكلام للبنيان وليس للهدم كل شوق للموضوع القادم إن شاء الله موضوع أيضا يفيد الإنسان ويفيد للبناء زي ما بنحكي وإحنا عم نختار هلا المواضيع بهذا الفصل مواضيع خاصة بالفضائل الفضاء اللي حبانا إياها السيد المسيح وربنا على أساس أنه نكون دائما بالنعمة ودائما بالمجد اسم ربنا فأبونا ننهي ونعطي البركة لمستمعينا وننهي البرنامج ويسعد صباحكم صباحكم نور نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم من الآن وإلى الأبد أمين آمين بسم الآب والابن والروح القدس آمين صباحكم نور وإلى اللقاء الأسبوع القادم في موضوع آخر يسعد صباحكم مع السلامة عند كلمة ريح قلبك ترجع الدنيا بتضحك لك نور ثاني